أرحب بكم مرة أخرى. هتكلم في الجزئية دي إن شاء الله عن المشاكل اللي بتواجهنا في التحضير لامتحانات اليو سيميلي، اللي هو زي ما تكلمنا في الفيديو الأول نبذة قصيرة عنها، وأكيد كلكم عندكم عنها أفكار جيدة. تمام؟ طيب، كثير مننا بما نبدأ نتخرج من الجامعة بنبدأ نفكر إنه إحنا والله نمتحن اليو سيميلي عشان منا نسافر أو نحسن السي في بتاعنا ونمشي لدول تانية وكده. أول مشكلة بتواجهنا انه نحن بنطلع طبعا على تجارب الاخرين عشان نحضر وننجح زي ما هم نجحوا. فحاليا مع السوشيال ميديا في جروبس كبيره جدا فيها اعداد كبيره من الناس من مختلف الدول، ونبدا نطلع على التجارب ونطبق التجارب دي، وللاسف ما بتنجح معانا تماما ونصاب بالاحباط ونخلي الموضوع تماما. فحسب تجربتي انا مع الناس والطلبه اللي بندرسهم وكده، في مشكله كبيره جدا اللي هي في التجارب بتاعت استنساخنا لتجارب الناس التانيه. يعني ناخذ المثال الاتي: اول ما تخرجت قمت دار تبدا تحضر، فحتقوم مثلا تقوم تبدا بستيب 1 وتخش جروب بتاع يوسمي ستيب 1 بريبريشن، فبتلقى انه الاكسبيرينس بتاعت الناس والله يقول لك واحد قرا مثلا من الفيرست 8 واليو ويل ويقول لك ذات از انف مور ذان انف فور ذا اكزام وجاب 250، وانت طوالي تقول خلاص معناه انا اقرا والله الفيرست 8 واليو ويل اند ذات از انف، وتبدا الفيرست ايد وما تفهم فيه اي حاجه لانه الكلام كله بوليت بوينت ما فيه اي شرح وكده. السيناريو الثاني او المشكله الثانيه مثلا، برضو احيانا بنعتمد على بعض الفيديوز الموجوده احيانا مع بعض الناس المستوى اصلا عالي بتنجح معاهم، ولكن الناس بالمستوى العام والغالب بتاع الطلاب برضو بحس انه هو شويه فاهم لكن ما في ديب كونسبت، بنجي للاسئله بنصدم انه نحن بعيدين تماما، بتجي تحل اليو ورد برضه تحس انك بعيد تماما وهكذا. فانا بشوف واحده من اكبر العقبات هو استنساخنا لتجارب الاخرين اللي هم ما قروا في نفس البيئه اللي احنا قرينا فيها. نحن عموما وضع الجامعات يكاد يكون متقارب تماما، وان كان في تميز لبعض الجامعات في بعض مواد البيزك، لكن ان جنرال بنقول انه الوضع متقارب. تمام؟ عندنا ديفكت كبير جدا في البيزك ساينس. طيب، حلول الديفكت ده شنو؟ انه انت والله يا اخي تقرا المواد دي فروم ذا سكراتش، تقراها من البدايه، وبعد ذاك بعد ما تظبط الماده من ما ريفرنس معين مثلا، بعد ذاك تقرا الفيرس اي، بعد ذاك تحل الاسئله في ديو ورد وهكذا. طيب، المواد ممكن يقروا الناس منها، ونحن زمان قرينا من شنو؟ قرينا من كابلان. تمام؟ وهو كتاب يعني او يعني مجموعه جيده جدا، لكن فيها مشكله برضو كبيره انه از نوت جايدد توورد ذا اكزام، يعني ما ماشي في اتجاه الامتحان. يعني انت بتفهم اي حاجه وقد تفهم جزء في الفيرس انت بتلقى حاجات كثيره ما مذكوره في كابلان، بتجي لليو ورد بتلقى الكلام ما عنده، انت فاهم لكن ما قادر تو ابلاي الكلام بتاعك ده في اليو ورد، فدي من المشاكل الكبيره. الحاجه الثالثه برضو في البريبريشن، انه احيانا كابلان ذاته بالنسبه لناس بيعتبر ادفانس ليفل، بالذات الناس اللي بيبدوا اداب هم في اولى وثانيه ودارين يبدوا يحضروا. دي الجزئيه اللي انا هتكلم عنها حسي. فاول مشكله هي استنساخنا تجارب الاخرين من غير ما نعرف احنا واقعنا شنو في الموضوع، ونحن مكاننا وين في البيزك ساينس ومعرفتنا بالكلام ده وكده. برضو بالنسبه لستيب 2 بنواجه نفس المشاكل. افضل دائما طبعا تبدا بستيب 1 بعد ذاك تبدا بستيب 2. تمام؟ انا في الفيديو ده داير اتكلم بس عن الجزئيه بتاعت اليو اس ام دي ستيب 1. طيب، المشكله الثانيه انه نحن في الجامعات القرايه بتاعتنا از نوت اورينتد توورد ذا يو اس ام دي ابروش تماما، بعيده كل البعد، ولا بس اليو اس ام دي، بعيده كل البعد عن الفكره بتاعت الانترناشونال اكزامز اللي بقت موجوده حاليا. عشان كده احنا بنلقى انه احنا لما نتخرج بنعاني جدا في الانترناشونال اكزام سواء كانت يو اس ام دي او غيره. وبتلقى مثلا بتقرا في البايو كيمستري ستراكشر اوف بي 12 مثلا، او ستراكشر اوف ذا ايفن الستراكشر اوف ذا جلوكوز، انا اعمل به شنو كطبيب انا الستراكشر بتاع الجلوكوز، انا لسه انه دار اتخصص في الموضوع ده. فالامتحانات دي يعني كلينيكالي ابلايد بيزك ساينس. تمام؟ فبايو كيمستري انت بتاخد الجلايكوليسيز وكل الكلينيكال يعني ابلكيشنز بتاعها في المريض وفي الامراض وفي الادويه وفي كل حاجه يعني. تمام؟ وهنتكلم عن الجينيتكس وهنتكلم عن يعني الكلام ده كله في الفيسيولوجي الاي في فلويدز من ناحيه كلينيكال، انت استخداماتك كلينيكال تربطها بالبيزك، فهي كلها از يعني كلينيكال ابلايد بيزك ساينس. دي حاجه انفورشنتلي ما موجوده تماما او كنا يعني بنعاني منها جدا في دراستنا في الجامعه، از نوت جايدد. ونحن حاليا يعني بيجوا معانا الحمد لله عدد كبير جدا من الطلبه اللي بيكونوا اثناء الجامعه هم بيكونوا اتندنج اور كورسز، وبتكون كلها زي يعني الطالب من سنه اولى وثانيه بيكون هو بيقرا زي ما هو بيقرا في الجامعه في الكيمستري كربوهيدرات ميتابوليزم، يدرسوا معاك ابلايد
او يعني guided toward new assembly step 1. فالطالب بالطريقه دي ان شاء الله لما يتخرج حيكون almost كل اليو اسمبلي ماتيريالز هو محضرها وقاريها وشاربها تماما، فما بكون عنده فيها اي مشكله ان شاء الله. ودي المشاكل اللي بتواجهنا. في النقطه القادمه ان شاء الله هنتكلم عن our courses for يو اسمبلي exams. نحن عندنا يو اسمبلي ستيب 1 and يو اسمبلي ستيب 2 سي كي exams regarding the يو اسمبلي. وفي الجزئيه دي هنتكلم عن اليو اسمبلي ستيب 1، عندنا فيها طريقتين لتحضير الكورس هنتكلم عنها إن شاء الله في النقطة القادمة.